مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة شمس. ما تنسوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحة جيدة ان شاء الله. بسم الله، اليوم غادي نحضر معكم الكيش. عندي خبز مقطع مربعات، القرعة الفلفلة حمراء وفلفلة خضراء وبصلة كلهم مقطعين مكعبات صغار. غادي ندير شوية ديال الزيت والتوابل. عندي قزبرية بالطحون، عندي البزار، عندي شوية ديال السكنجبير فلفلة حمراء والملح على حسب الذوق. غادي ندير على البوطة، ندير لها فص ديال الثوم محكوك، غادي نديرهم يتشحروا. غير كتنزل شوية الخضرة، كنضيف لها صدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغار. صافي تشحرات، غادي نضيف عليها البوطة، غادي ندوز العجين. عندي 250 غرام ديال الدقيق فورس، 100 غرام ديال الزبدة، الملح على حسب الذوق، وغادي ندير جوج ديال صفار البيض. كنخلط بيديا حتى كتخلط لي داك الزبده مع صفار البيض الطحين. الزبده كتكون بحراره المطبخ، ما تكونش في الثلاجه باش تجينا سهله. وغادي نزيد الماء بالمعلقه، غادي ندير 3 د المعالق ونزيد نخلط ونشوف الا خاصني غادي نزيد. انا زدت جوج معالق، هي 5 ديال المعالق. صافي غير كنجمعها بيدينا بحال هذا الشكل، هذا ما كندلكها ما والو. غادي ناخذها، غادي ندير شويه ديال الطحين وغادي نسرحها بالمدلك. الفران عندي شاعل، دير على 180 درجه، كنسرحها بالمدلك حتى كتجي لينا القياس ديال الصينيه اللي غادي نديرو فيها. انا عندي الصينيه هنا دهنها بالزبده ورشها بالطحين. كنقادها مع الجناب بحال هكذا، كنهزها وندخلها لداخل باش ما تبقاش تجيني مجبده، باش ما تقطعش بحال هذا الشكل. هذا كنعلي الجناب بيديا ونهبط باليد الاخرى وكنضغط عليها مزيان مع الجناب. كنحيد هاد لي شاطو للجنيبات، راني كنزيدهم مع الحاشيه ديال هاد العجين، كنزيدها مع الجناب باش كتغلاض لي الحاشيه ما كتبقاش رقيقه بزاف. وكنثقبها شويه بالفرشيطه. عندي هنايا موتزاريلا محكوكه كنديرها عليها، هي الاولى. وعاد غادي ندير الحشوه اللي صاوبت. راه كتجي زوينه بزاف هاد لي كيش، هذا راه الا جربتو غادي يعجبكم. غادي ناخذ هنايا عندي 3 ديال البيضات، ندير لهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وغادي نخلطهم. غادي ناخذ كاس ديال الحليب وغادي نزيد عليه هاد البيض اللي خلطت، 3 ديال البيضات، ونخلطهم مزيان وغادي نكبهم من الفوق. وغادي ندخلها للفران. وهي الكيش ديالنا وجدات، انتما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف. كنتمنىكم حتى نتوما تجربوها بالطريقه هذه.
وهذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى على الاعجاب ديالكم وكنشكركم بزاف على المشاهده، والى اللقاء لوصف اخر ان شاء الله باذن الله. دمتم في رعايه الله.